إذن مشاهدينا، بعد كل هذه المدة التي جرت بها المفاوضات والاجتماعات التي من المفترض أن تسهم ولو بشيء بسيط بالتقدم إلى الأمام وإنقاذ البلاد من موقف الانسداد الحرج، كانت سابقا الانتظار متعلق بالبيت الشيعي، لكن اليوم الإطار ومن معه اتفق على مرشحه سعيا منه لعبور هذه المرحلة، لكن للأسف أخذت البلاد إلى مشارق ومغارب الأزمات، وبالتالي اليوم البيت الكردي لابد أن يحسم أمره وإنهاء ما عليه من تكليف. وبحسب ما تناقلت المعلومات أن الأيام المقبلة ستشهد حلا لهذا الملف، ويبقى موضوع تشكيل الحكومة رهين خلافات البارتي وليكتي. إلى الجانب الآخر مشاهدينا، من حصادنا لهذه الليلة وفي ضوء مخرجات القمة الثلاثية ووضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي العراقي الأردني لإنهاء أزمة الطاقة التي تؤرق المواطنين، بحسب التصريحات الحكومية التي تعد أو تعد الأمر أنه إنجاز ضمن سلسلة المنجزات التي ولدت من رحم التحديات السياسية والظروف الاقتصادية الأصعب، لكن وضع هذه الاتفاقية على طاولة التشريح وحساب الأمر بلغة الأرقام يعني أنه لا فائدة تم تحقيقها، وما جرى عبث بمقدرات الشعب لا أكثر. فهذا ما يوحي بأن الصورة العامة وهذا التهويل أنه لا أزمة في الطاقة بعد مرحلة التدشين، لكن الواقع له حديث آخر، وهذا ما سيكشف أو سيكشف خلال الأيام المقبلة. في هذه الأيام وصل البلد إلى توقيت حرج، والجميع يبحث عن سبيل نجاة يكون بمثابة الجزء الذي يأخذنا إلى نهاية سلسلة أحداث طويلة يمسك بزمامها حزبان متعنتان بمواقفهما والصحوة من جاثوم الانسداد، ليتم بعدها سلوك مسارات جديدة في العملية السياسية متمثلة بتقديم خدمات للمواطن عقب تشكيل الحكومة الموعودة. تقرير نهى الشمري. الخطوات الأخيرة من الاتفاقات تتوجه صوب البيت الكردي لاعتماد آلية مرضية بما تبقى لحل عقدة المرشح الجديد لكرسي رئاسة قصر السلام، ورغم استمرار الاجتماعات التي على ما يبدو لم تأتي بجديد نحو أفق الاتفاقات، فإن تكرار تجربة عام 2018 هي الأقرب لتفاسير المهتمين في الشأن السياسي، ليتم بذلك غلق الهوة الكبيرة بين المتنازعين من الأحزاب الكردية. إذا لم تحسم داخل البيت الكردي فأعتقد سوف يكون الاتفاق بأن كل أو الطرفين يذهب كلهم بمرشحه بعد اكتمال النصاب، وبعد ذلك يكون هنالك التصويت، ومن يحصل على أغلب الأصوات يكون رئيس الجمهورية، وأن لا يطول الوقت أكثر من ذلك من أجل الإسراع في تشكيل حكومة، وكذلك أن تكون الحكومة القادمة هي حكومة استحقاقات، حكومة تأخذ على عاتقها معالجة كل الملفات. فمع إعادة جلسات البرلمان يترقب الفرقاء السياسيون بصيص أمل من تمخض جبال كردستان في ولادة للمتولي لهذا المنصب، لكن مراوحة الحزبين في دائرة مغلقة بالخلافات تخلي جدول أعمال جلسة البرلمان غدا من طرح ملف رئاسة الجمهورية، وهذا ما يسهم بتضييع الوقت من عمر تشكيل الحكومة الجديدة. الشعب العراقي ينتظر تقديم خدمات وتشريع قوانين، الانتظار ليس في صالح الجميع حقيقة. المسؤولية الأكبر تقع على الإطار الشيعي، لأن هو الآن يعتبر هو الراعي العملية السياسية في الوقت الحاضر. وبعد إنهاء القوى الشيعية الشطر المتعلق بها من المهام بترشيح شخصية رئيس الوزراء والاتفاق بالأجمع من قبل الكتل الأخرى، التعنت الذي قبع فيه الحزبان يجعل المشهد السياسي والواقع العراقي في حرج، لما له من تداعيات بخلق أزمات جديدة للمواطن، وهذا ما ترفضه القوى الساعية لحفظ مصالح الشعب بتشكيل حكومة خدمات وطنية. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو، رئيس مركز ارتقاء للدراسات السيد عباس العرداوي. أهلا بك أستاذ عباس، ضيفا كريما، وكذلك الترحيب بالكاتب والباحث بالشأن السياسي العراقي السيد شروان الشمراني، ينضم لنا بعد قليل مباشرة عبر سكايب. وأعود لك سيد عباس، الأزمة السياسية وكما تؤكد هو الإطار الشيعي بأن الكرة بملعب القوى الكردية، فعلا لو كانت هذه الأزمة هي من أساسها سبب القوى الشيعية والخلافات بيناتها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لك أستاذ بشار، شكرا لك ولقناتكم المحترمة ومتابعيكم وضيفكم الكريم. بات أمر حسم قضية رئيس الحكومة منتهيا، لا سيما بعد توقيع القوى السياسية لتحالف الدولة بين الإطار والقوى السنية والكردية، وهذا التوقيع تبنى من خلاله تحالف أو ائتلاف إدارة الدولة قضية المرشح، فأصبح المرشح السيد السوداني هو مرشح ائتلاف الدولة. قضية الرئيس الجمهورية وخصم هذا الموضوع بين الأخوة الكرد، نعم هي محل الخلاف الأساسي حالياً. نعم، ولهذا أوفد الإطار رسائله للأخوة الكرد لضرورة حسم هذا الموضوع، وقد تتباين المدة مرت يعني خلال 7 أيام 10 أيام هكذا، يعني أقل أكثر بشيء بسيط. المهم أن الأخوة الكرد ملزمين بإنهاء هذا الملف من أجل الانتهاء من هذه الأزمة التي طالت أكثر من عاما دون حكومة كاملية الصلاحيات، وما أمام تخبطات جدا عالية متعلقة بالوضع الاقتصادي والوضع السياسي، كذلك الضغط الشارع. يعني شفت أنه أكو دعوات كبيرة من النخب لإجراء تظاهرات والقيام بتظاهرات لدفع القوى السياسية من أجل الانتهاء من هذا المأزق والذهاب إلى مساحة الحكومة كاملة الصلاحية وتفعيل الاقتصاديات والاستثمارات، الحاجات المواطن، طلباته، احتياجاته. تعرف أنت عندك الأجور، أغلب الأجور والعقود اليومية تم إيقافها لأن الحكومة غير قادرة على الصرف. شيء مرتبط بشيء، لكن الخطوة ولا حاجة الجمهورية، لكن حاجة المواطن هي التي دفعت إلى الضغط إلى هذه. طيب إذا استمر هذا الخلاف الكردي الكردي ومفاوضاتهم ما وصلت النتيجة؟ لا، شوف أنا ما أعتقد أنه بهذه الحدية. الأخوة الكرد يتعاطعون سياسيا لكنهم يستطيعون أن يجلسوا يتفاهموا، يعني على أقل تقدير يدركوا نقطة مهمة جدا، أنه لا خيارات إلا بالحوار. هذه مهمة جدا، يعني في هذا شوف الدعوات مستمرة. السيد بافل يذهب إلى أربيل، وفود من أربيل تذهب إلى السليمانية. المهم نحن ندعو، والقوى السياسية عليها أن تتعامل مع هذا الموضوع بجدية وبمحدودية وقت، يعني مو الوقت مفتوح، يعني ليس إلى الأخير. هاي نقطة. نقطة أخرى، إذا ما ذهبت القوى البرلمانية إلى تحديد جلسة، فبالتأكيد هذه ستكون محرجة للقوى الكردية تحديد جلسة، وبالتالي هم لديهم تجربة 2018 حينما دخلوا بأكثر من مرشح. اليوم هنالك قائمة من المرشحين، نعم الأوفر حظا قد يكون مرشح الاتحاد ومرشح الديمقراطي، لكن هنالك مرشحين أيضا آخرين. هؤلاء المرشحين جزء كبير منهم لديه حظوظ يعني لدى الأوساط الكردية باعتبار أنه المنصب تقديره هو للأخوة الكرد، كذلك ضرورة أن تستقر. يعني هم ما ذاهبين إلى أزمة لا سامح الله، هم ليس من الجيد ما دام انحلت الأزمة الشيعية بهذه المساعة، أيضا ليس من الجيد أن تكون لا سامح الله عندنا أزمة في المكون الكردي. لا، نذهب إلى هذه التوافق. هي انحلت الأزمة الشيعية أصلا؟ طبعا انحلت من خلال اتخاذ الخيارات القانونية والدستورية والتشريعية. سماحة السيد ذهب إلى الاعتزال و ترك الباب مفتوح للأخوة في الإطار في الذهاب إلى تشكيل الحكومة، والسيد محمد الشيع محل إجماع الجميع، والموضوع بهذه السلاسة إن شاء الله. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم عبر سكايب، الكاتب والباحث بشأن السياسي سيد شروان شامراني. أهلا بك سيد شروان مرة أخرى، وبداية هل وصلت التفاهمات أو المفاوضات ما بين القوى الكردية إلى أي تفاهم حاليا؟ بس ممكن تكرر السؤال؟ سألتك يا سيد شروان، هل وصلت المفاوضات ما بين القوى الكردية ما بين الاتحاد والديمقراطي إلى أي حل أو بوادر لحل الأزمة والاتفاق على منصب رئاسة الجمهورية؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أبارك لكم وللشعب العراقي وللأمة الإسلامية ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا تحت لوائه يوم القيامة. لا، هذا الموضوع إلى الآن كما على حاله، ليس هنالك أي جديد، وربما لأن هذا الملف ليس لوحده يتم الحديث عنه داخل دائرة الحزبين الكرديين، وإنما هنالك ملفات أخرى، لأن ملف الحضور الكردي في العراق لا يتعلق فقط بالرئاسة الجمهورية، وإنما مسائل أخرى وقضايا أخرى غير رئاسة الجمهورية، يعني خارج إقليم كردستان أيضا هذه المسألة، وبالتالي قد
هي متعلقة إلى حد كبير. الحزبان إلى الآن كل حزب متعلق متشبث وبرأيه ولم يتنازل لحد الآن، على الأقل معلنا إعلان إلى الآن. طيب سيد شروان، ما الذي تحديدا يعرقل المفاوضات أو التفاهمات ما بين القوى الكردية حول منصب الرئاسة؟ لا أسمع الصوت، لا أسمع شيء. أعيد لك السؤال سيد شروان إذا تسمعني، ما الذي يعرقل هذه المفاوضات ما بين الطرفين الكرديين؟ لا أسمع الصوت. طيب نعتذر عن الخلل بالاتصال سيد شروان، أعود لك بعد قليل. سيد عباس، ممكن أن تحل هذه الأزمة ما بين الأطراف الكردية وتحسم بجلسة برلمانية، يأتي الحزبان بمرشحين ويتم التصويت لأحد مرشحي الطرفين؟ هذا الموضوع يعني مطروح، وكانت هنالك تجربة سابقة يعني في خلال طرح السيد فؤاد حسين في حينها والسيد وهاب صالح أيضا. نعم. وانتهى هذا الموضوع بالخيارات النيابية، وهذا قد يكون مرجح أن ينتهي إليه الأمر، باعتبار أن هنالك إصرار من الأخوة في الاتحاد على تمرير السيد برهم صالح، وإصرار من السيد مسعود على عدم القبول بالسيد برهم صالح. قد يذهب مثلا إلى سحب كل مرشحه ويترك إلى بقية الخيارات من القوى الكردية. لكن هنالك أيضا عائق، وهو موضوع التوقيتات التشريعية التي أنطت فقط هذا الوقت السابق لقبول الترشيحات. بالأخير هي هذه المعادلة مثل ما أشار الضيف، لأن أيضا هنالك توازنات داخلية، عندهم انتخابات مقبلة، انتخابات إقليم برلمان الإقليم، عندهم مناصب وباعتبار أنه اتفاقيات سابقة متعلقة هذه دخلت أيضا كأوراق تفاوضية بهذه بعملية الاتفاق على والمفاوضات حول منصب رئاسة الجمهورية. لكن القوى السياسية الأخرى السنية والشيعية، الشيعية خصوصا، ده تتحرك لحل هذا الخلاف؟ شوف الرسائل التي تصل إلى القوى الكردية تحديدا، الاتحاد أو ديمقراطي، هي تصل بكثافة، سواء من خلال التواصل المباشر مع السيد بابل أو مكتب السيد مسعود، حتى مع السيد بنجين أو السيد فؤاد حسين، من خلال كل أطراف الإطار، أغلب أطراف الإطار تتواصل من أجل الحل لهذا الموضوع. وأعتقد أنه كل المناسبات اللي تحصل تستثمر، مناسبة وفاة ذكرى وفاة إمام جلال كانت أيضا فيها كثير من الرسائل التي غرد الكثير من قادة الإطار وأرسلوا رسائلهم على أنه اللي يجب أن ننتهي من هذه المرحلة، بغض النظر عن التفاهمات المحلية، بغض النظر عن رغبة الحزبين في أن يكونوا هم بغلبة الانتصار في هذه الجولة، لكن بالأخير أكو استحقاقات، لأن الذي يرشح والذي سوف يكون هو ليس فقط كرديا، إنما سينتقل إلى مساحة أكبر، مساحة العراق. لهذا كنا نأمل أنه ينتهي هذا الموضوع بأسرع وقت لسببين رئيسيين. الأول حتى ننتهي من هذه الأزمة اللي طالت هذه الفترة طويلة، والثانية هي أن نذهب إلى مساحة أخرى من الاستحقاقات. يعني إحنا اليوم إذا بقينا معطلة لدينا رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، بالتالي كثير من الاستحقاقات مطلوبة من عندنا، مطلوبة من للمواطن، مطلوبة خدمات، مطلوبة إنتاج طاقة، مطلوبة مواقف، مطلوبة أيضا الموارد. يعني التنويه السابق لوزارة المالية ووزير المالية السابق وحتى رئيس البرلمان على أنه بنهاية هذا العام تنتهي القدرة الإدارية للحكومة بصرف الأموال الرواتب وغيرها. بالتالي هذا كله يجعل ضغط ليس فقط على القوى الكردية، إنما حتى على القوى السياسية الأخرى. هذا ضغط على كل القوى السياسية. أرجع لك هذه النقطة المهمة، ومرة أخرى نعود لك سيد شروان إذا كنت تسمعني، أود أن أسألك عن ما الذي يعرقل الأكراد عن الوصول إلى تفاهمات حول منصب رئاسة الجمهورية إلى كل هذه المدة؟ هو نفس الذي كان يعرقل القوى الشيعية في الفترة السابقة، التفاهم. لا. التفاهم حول من يتولى ومن الذي يحدد ومن يكون هو الممثل الأول، من صاحب الصوت، الكراسي والمقاعد الأعلى في داخل مجلس النواب العراقي، من الذي قادر على أن يمثل وفقا لنتائج الانتخابات. هذه هي التي كانت تعرقل القوى الشيعية في الوصول إلى تفاهم سابقا. هو نفس الأمور، يعني نفس الميكانيزم، نفس الآليات التي ينتهجها القوى الكردية، الحزبان الرئيسيان تحديدا،
وبالتالي لا يستطيعون الوصول إلى حل مرضي، خاصة أن الاتفاقية الاستراتيجية التي كانت موجودة بينهما لمدة 10 سنوات انتهت، أصبحت إكسباير، وبالتالي هم بحاجة إلى عقد اتفاقية جديدة استراتيجية أخرى. هذه الاتفاقية تشمل ما يتعلق في داخل الإقليم وخارج الإقليم في الحكومة المركزية. طيب. ولكن إنه الخلافات التي موجودة، سواء كانت تلك المتعلقة بإقليم كردستان أو المتعلقة بالحضور في بغداد، لم تحل إلى الآن، وبالتالي لم يصل إلى اتفاق. طيب سيد شروان، اللي خلى الأكراد والسنة والشيعة يتوافقون حول المضي بهذه العملية السياسية، ما يقدر يخليهم يتوافقون، الأكراد يتوافقون على حل رئاسة الجمهورية والخلاف على المنصب؟ لا أظن بأن يعني القضية ليست رئاسة الجمهورية فقط، يعني لكن الخلاف الأبرز، طبيعة العلاقة بينهما، طبيعة التواصل وطبيعة الاشتراك أو المشاركة في الإدارة في الملف السياسي والحكومي كليا في عموم العراق، ليس فقط إقليم كردستان ولا بغداد، وإنما كلا المركزين، كلا الدائرتين، كلتا الدائرتين، ليس فقط قضية رئاسة الجمهورية، هنالك ملفات أخرى متعلقة برئاسة الجمهورية، هذه الملفات هي التي تعرقل، هذه واحدة. النقطة الثانية أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يقول بأنني أنا الذي فزت بضعف مقاعد الاتحاد الوطني الكردستاني، وبالتالي أنا الأهل وأنا المؤهل وأنا الذي أمثل غالبية النواب الأكراد في داخل البرلمان، ولكن الاتحاد الوطني يريد أن يسير على نفس ما كان سائرا عليه خلال السنوات 15 الماضية. هذه هي الخلافات، هنالك أمور أخرى بينهما متعلقة بإقليم كردستان أيضا. طيب أكو مجال أنه نحكي على الأمور الأخرى إذا كانت مؤثرة بالخلاف حول منصب رئاسة الجمهورية، مثلا منصب محافظ كركوك أو المناصب الحكومية في الإقليم وغيرها؟ نعم، هي كلها داخلة في ذلك الاتفاق الذي يمكن أن يحدث بينهم. كان هناك اتفاق حاكما على العلاقة بينهما، هذا الاتفاق انتهى، الآن هم يتباحثان من أجل الوصول إلى اتفاق جديد، حتى انتخابات البرلمان الإقليم قد أجلت لهذا السبب، لأنهما مختلفان فيما يتعلق بقانون الانتخابات. الاتحاد الوطني الكردستاني يريد استنساخ قانون انتخابات بغداد إلى إقليم كردستان مثلا يعني، ولكن هنالك قوى أخرى أيضا، حتى جنين بلاس خاص، هذا هنالك خلاف من الحزب الديمقراطي والأقليات في 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 مواجهة هذا الاقتراح. القضية يعني هكذا ليست فقط متعلقة برئاسة الجمهورية، لا، انتخابات الإقليم، قانون الانتخابات، توزيع المقاعد، مناصب حكومية داخل إقليم كردستان، محافظة كركوك، بعض الكراسي أو المناصب داخل محافظة كركوك مثلا، ثم بغداد، يأتي رئاسة الجمهورية. هذه من ناحية. من ناحية أخرى هنالك أيضا قضية دكتور برهم صالح، ولو هي قضية ثانوية يعني ليست أساسية بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني، القضية الأساسية هي الكرسي. طيب أعود لك سيد عباس، تأخير التوقيتات الدستورية والتجاوز عليها بشكل كبير في هذه الدورة، هل هذا يحرج الأكراد فقط؟ لو أيضا يحرج ويشكل عامل ضغط على القوى الأخرى الإطار مثلا؟ بالتأكيد هو يشكل عامل ضغط أولا على الإطار، باعتبار أنه الإطار ملزم بالانتهاء من قضية الحكومة التنفيذية. يعني تعرف احنا ما منتظرين فقط رئيس الحكومة لكونه يعني رئيس حكومة، إنما كونه سيكون فاعلا، وهذا هو تكليفه القانوني، في إدارة الحكومة كاملة، من رسم سياساتها إلى تنفيذ استراتيجياتها إلى تشغيل الأدوات الإيرادات وغيرها، تعامله مع كل المكونات. رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية، تعرف في العراق هو منصب فخري، سوف نحتاج منه في المحطة الأولى تكليف رئيس حكومة، ثم يبقى هو راعيا ومراقبا للعملية ونشاط، وهي تبقى كل شخصية لها نشاطاتها. يعني نعرف احنا مرينا بأكثر من شخصية لرئيس جمهورية، وشفنا مدى تأثيره، انحسار بعض الشخصيات على هويته الكردية أو انطلاق نحو الهوية الوطنية والعراقية، وبالتالي انعكاس وتداعيات هذا الموضوع. يعني احنا عندنا النموذج الذي استطاع أن يتعامل مع الهوية العراقية بشكل صريح
وبشكل كامل المرحوم الإمام جلال. نعم. جلال طلباني كان شخصية عراقية منطلق من المساحة الكردية صحيح، لكنه حينما كان رئيس جمهورية كان يتعامل حتى في الأزمات اللي شاهدناه في بقية الرئاسات لا يختلف. منهم يعني اللي كان منكفئ ما كان إلى عنده نشاط واضح مع اعتزازنا واحترامنا لشخصهم، للسيد فؤاد معصوم، السيد برهم صالح كانت أكو لديه خطوات خطرة خلال الفترات السابقة متعلقة بعدم تكليف مرشح الحكومة الكتلة الأكبر، يعني وجزء من الصراع الذي أوصل الكاظمي إلى السلطة، كذلك الضغط الذي مورس خلال الفترات الماضية، الأدوار التي لعبها اليوم هو جزء من صراع أيضا ممثلا على القوى الاتحاد ووجوده بهذه المساحة ووجود مشاكسات داخل القوى الكردية وانعكاساتها. تعرف مرت القوى الكردية خلال السنة الماضية بتظاهرات وبضغط شعبي، هذه كلها انعكاسات، لكن تعرف الرأي العام والبوصلة تتجه نحو الكتلة الأكبر أو نحو المكون الأكبر ويتحمل هذه المسؤولية ويبدأ بالتعامل معها. أيضا القوى السنية يجب أن يكون لها دور في ذلك، يعني يوم غياب رئيس البرلمان في التعاطي والتعامل وإبداء المبادرات والتعامل مع القوى الكردية، يعني في هذه الأزمة هو خط ثاني أو خط ثالث بهذه القضية. طيب سيد شروان، هل ترجحون الاتفاق الكردي حول رئاسة أو منصب رئاسة الجمهورية؟ لو ممكن أن يجون الأكراد بمرشحين اثنين ويتم التصويت عليهما على لأحدهما في جلسة البرلمان؟ راح الصوت في نهاية السؤال، ولكن الاحتمالان واردان. نعم. لأن لدينا تجربة في 2018 ربما، وربما قد يصلان إلى اتفاق بساعات قبل انعقاد الجلسة، مع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الآن هو أعلن بأنه سوف يقاطع الجلسة في حال عدم الوصول إلى اتفاق. هنالك اقتراح آخر، الديمقراطي الكردستاني هو الذي اقترحه وهو الذي اتبع في 2014 عندما النواب الأكراد في برلمان بغداد في برلمان العراقي صوتوا تصويتا داخليا بين الدكتور برهم صالح وفؤاد معصوم. والآن الديمقراطي الكردستاني يريد أيضا أن يجتمع النواب الكرد في داخل المجلس النواب العراقي في البناية في بغداد، وقد يجرون تصويتا داخليا فيما بينهم من الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات بين مرشح الديمقراطي ومرشح الاتحاد. طيب. هذا الاقتراح موجود أيضا، ولكن الاتحاد الوطني الكردستاني لا يأخذ به. هذه مسألة. المسألة الأخرى، يعني نحن لو نظرنا إلى بدايات هذه الأزمة، يعني الدخول أو طلب الإطار بأن في حال عدم الوصول الجانب الكردي إلى اتفاق، أو الحزبان يعني وليس الجانب الكردي، القضية محصورة في الحزبين، إذا لم يصل إلى اتفاق وتفاهم بينهما لوصول لمرشح واحد ودخول إلى البرلمان، أن يأتوا بمرشحين ويصوت، لماذا الإطار لم يتبع هذه القاعدة مع التيار الصدري عندما لم يكن هنالك اتفاق ولم يذهب بمرشحين إلى داخل البرلمان ليصوت البرلمان على أحد المرشحين لرئاسة الحكومة؟ طيب. طيب إلى أي درجة تختلف؟ ليش تختلف؟ يختلف الأمر ما بين طرفين مختلفين شيعيين وطرفين مختلفين كرديين، شنو لا عفوا تختلف بيما؟ تختلف بجوهرية، بنقطة جوهرية جدا. نعم. إنه الطرفين الكرديين لا يقصي أحدهم الآخر في التعامل والتعاطي، تارك الأمر مثل ما طرح الأخ، مرة ترك إلى نواب بغداد أو نواب الكرد في بغداد في أن هم يختاروا، ومرة ترك إلى نواب العراق بشكل كامل المجلس النيابي. المشكلة اللي كانت بين الإطار والتيار مو بالأشخاص، بالمنهج نفسه. الإطار أراد أن يشرك الأخوة في التيار في تشكيل الحكومة أو يشترك بإنتاج المكون الأكبر، والأخوة في التيار لا، كانت لهم رغبة أن يكونون هم فقط أو من يأتي معهم بجزء. وهذا الموضوع أعتقد يعني انحسب من خلال عملية الانسحاب والتعويض التي جرت بها النواب. الشكر الجزيل لك سيد عباس، وأرجو أن تبقى معنا، والشكر أيضا للسيد شروان شمراني كاتب والباحث في الشأن السياسي كان معنا مباشرة عبر سكايب. شكرا لك سيد شروان. إذا المشاهدين ننتقل سوية مع سيد عباس إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. إذا مشاهدين، أثار مشروع الربط الكهربائي بين العراق والأردن والذي دخل حيز التنفيذ أثار جملة تساؤلات عن الجدوى الاقتصادية والكلف المالية والسبب الحقيقي في التوجه نحو دول تعاني أصلا من أزمة طاقة من الأساس،
بدل وضع الضمادة على المكان الحقيقي للأزمة المتجذرة في العراق. نطالع هذا الملف بعد متابعة هذا التقرير. بحجر أساس وتنفيذا لمقررات مؤتمر جدة المنعقد قبل مدة، وضع رئيس الوزراء العراقي ونظيره الأردني أولى ركائز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين وعلى مقربة من الحدود الفاصلة. هذا المشروع بمراحله الثلاث تلتزم فيه الأردن بتزويد العراق 150 ميجاوات في المرحلة الأولى ورفعها إلى 500 ميجاوات في المرحلة الثانية ليصل إلى 900 ميجاوات في مرحلته الثالثة. وبحسب رئيس حكومة تصريف الأعمال فأن المشروع ترجمة حقيقية لمسار تبادل الطاقة وانفتاح العراق على محيطه الأقليمي. هذا الجهد الاستثنائي يستحق الثناء والشكر لأخوتي وأعزائي في وزارة الكهرباء العراقية وكذلك زملائنا في وزارة الطاقة الأردنية. هذا المسار الذي يؤمن تبادل الطاقة بين العراق والأردن الشقيق وهو انعكاس لترجمة حقيقية لسياسة الانفتاح التي تقوم بها هذه الحكومة. ورغم أن رئيس الحكومة المنتهية الصلاحية وصف هذا المشروع بالاستثنائي، لكن أي استثنائية في الموضوع؟ فالطاقة المنقولة التي يعوض فيها العراق حاجته المفقودة لم تلامس الواقع بعد الذي يشهد شح الإمدادات، فضلا عن كلفته إذ سيتحمل الأخير 100 مليون دولار من إجمالي المبلغ 130 مليون دولار بحسب متخصصين. من الخطوات التي قامت بها الحكومة هي الربط الشبكي. حقيقة أنه الاحتياج الكلي للعراق هو يتجاوز 33 ألف ميجاوات. مقدار ما يتم تزويد العراق من الربط الشبكي هو حدود 500 ميجاوات، وهذه قليل يعني بالنسبة إلى ما يحتاجها العراق. في حين عد نواب أن هذه الصفقة المشبوهة أحادية الاستفادة وخرج منها العراق خالي الوفاض إلا بأجزاء قليلة من الميجاوات، وهي لا تغطي حاجته الفعلية وضمن عمليات الترقيع لأزمة فاقمت البعانة المحلية، فلا يمكن وضعها إلا بين أقواس الاستهتار بأموال الشعب وتقديمه من باب العطايا والهبات. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث عن تفاصيل هذا الملف رحب مرة ثانية بكم سيد عباس العرداوي رئيس مركز ارتقاء للدراسات. وبداية، أزمة الطاقة، أزمة الكهرباء، المواطن العراقي يعاني منها طيلة السنوات الماضية بشكل كبير، العقود الماضية حتى في زمن النظام السابق، يعني مشكلة كبيرة. الطاقة بحاجة إلى أي حل حتى توفر لنا جزء من إكمال الطاقة، مو كلها على الأقل، لكن ليش التشكيك بمشروع الربط الكهربائي مع المملكة الأردنية؟ والله أستاذ بشار، قضية مو قضية حلول ترقيعية، يعني ما يعني اللي جايف على رئيس الحكومة هو خط سحب. أنت جاي تسحب من مولده، نعم، ما جاي تصحح الوطنية، أنت ما جاي تسحب رسمي وجاي تشتغل بما يسد عندك المشكلة. مشكلتنا انه احنا نرتبط مع طاقه من خلال الاردن او مصر. يعني اليوم اذا تتابع الصحافه الاردنيه تجد حجم السخريه من تحركات وزير الطاقه الخصاونه ورئيس الحكومه، بل اكثر من هذا، رئيس وزير الطاقه الاردني كان قد تعهد بتجهيز الطاقه الى لبنان، تعهد بتجهيز الطاقه للعراق، وعمان تشهد انقطاع للطاقة الكهربائية. القضية ما تنتهي بهذه، القضية تحتاج إلى ثورة كهربائية. نذهب إلى سيمنز، نأتي بمحطات كورية، نفعل المحطات الروسية الموجودة لدينا، نعمل على تجهيز كل الموارد من خلال طاقة نظيفة. عندنا غاز وعندنا طاقة شمسية وعندنا محطات كبيرة. لازلنا لحد الآن ندفع أجور لمحطات تركية في موانئ البصرة، ممكن يعني أنا أعتقد هسه إذا واحد يتابعها بالأرقام يمكن دفعنا سعرها 10 مرات. العراق دفع سعر المحطات مليارات الدولارات من إسقاط النظام السابق حتى الآن، مليارات الدولارات. يمكن المبلغ يشتري شركة سيمنز وشركة جنرال إلكتريك. سيد عباس، ليش يعني بدل ربط الكهرباء ما يتم بناء محطات؟
هي هذه المشكلة، مشكلة احنا لازم نعالج. هو قبل ليش ما بنت محطات يا اخي، يا اخي محطات حرارية مو غازية يا اخي، مو بس هاي، عندنا محطات احنا قابلة للانتاج ما جاي يشغلونها. انت اكو محطات قديمة؟ مو بس القديمة، احنا اكو عندنا اكو شبه منتهية الالمانية، واعتقد بعد عندنا واحدة ثانية في محافظة ميسان ايضا، ما جاي تشتغل بكل طاقاتها، واذا اشتغلت ما جاي يوصل توزيعنا. محطات قديمة متهالكة سيد عباس، ليش ما بنوا محطات جديدة حرارية؟ عزيزة عزيزة انا اذكر انه اول ما اجى رئيس الحكومه قال انا وقعت على تجهيز الطاقه من خلال الطاقه النوويه، وهذا كان العقد مع فرنسا انه احنا راح ننتج الطاقه الكهربائيه واشتغلنا على المفاعل النوويه. القضيه مو قضيه فقط انتاج، وان كنت غير متخصص لكن هذا ما اسمعه من الاخوه، انه مرات عندنا انتاج لكن لا يوزع. هذا مشاكل التوزيع ونقل الطاقه بين المناطق والمحافظات. احنا اصلا عندنا مشكله انتاج، هاي المشكله الرئيسيه، بعدين تجي مشاكل التوزيع ونقل. لا لا عفوا عفوا، هذه فيها تفاصيل. قضيه مو قضيه انه فقط اعطاء الكهرباء، نعم، ما بعد اعطاء الكهرباء تشغيل المصانع، العمل، الانتاج، خفض كلفه المنتج، خفض كلفه التصنيع، هذه كلها وراها خطوات كبيره. وقضيه الكهرباء وصراع الكهرباء في المنطقه كبير، ذكر العبادي من ذهب الى سيمنز بها كيف انه تم الاعتراض على هذا الموضوع، سيد عادل عبد المهدي من ذهب الى الصين لحل هذا الموضوع كيف تم. هسه تاخذنا الى الجانب السياسي، هو هذا الاساس من ازمه الطاقه. لا هذا الاساس، ارجع لك اذا كان الجانب السياسي هو الاساس بمشكله الطاقه، لكن دعنا نطلع على رأي الخبير في شؤون الطاقة السيد مازن السعد. أهلا بكم سيد مازن ضيفا كريما في صوت وصورة من بغداد. بداية سيد مازن، حياك الله. ضيفك الكريم، أهلا بك سيد مازن. بداية يعني أكو مشكلة طاقة متجذرة في العراق طيلة العقود الماضية، هذه الحكومة الحكومات الغيرها يعني أوجدت حلول وصفت بالترقيعية. اليوم هناك مشروع تتفاخر به الحكومة كأحد منجزاتها هو ربط كهربائي مع المملكة الأردنية الهاشمية، لكن بالمقابل ليش ما تخصص هذه الأموال اللي راح تنصرف والتي صرفت سابقا لبناء محطات حرارية حتى تحل هاي الأزمة؟ سيدي الكريم، اللي راح يجينا من الأردن في الوقت الحاضر هو 150 ميجا فقط. 150 هذه 150 ميجا يعني وحدة واحدة من المحطة أو من الفريم، أو يعني الفريم لاين يسموها 125 ميجا، مو فد شيء كبير. وممكن بعد سنتين، طبعا هو نهايه 2013 يوصل للربط، والربط شركه جي اي. اذا تكتب شيء زين بالموضوع استاذ العزيز، انه احنا راح ندبلنا 100 مليون زين داخل العراق، يعني هي 340 كيلو متر، بس الشيء زين مع 330 كيلو متر هي داخل العراق، يعني ما عندنا مشكله. بعد يومين نسوي كهرباء على الفرات، بعد يومين نستورد. الربط الحلقي مع دول الجوار كامله هو ليس مشروع غلط. العراق يقع على ترانزيت حقيقة، الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بأن يكون معبر لكل اللي تشوفه بالطيران، هو ترانزيت بالفايبر أوبتيك، هو ترانزيت بالكهرباء نفس الشيء. ولكن المفروض من عندنا أنه نبني بزنس موديل صحيح سيد العزيز، أساس الربح والخسارة والحاجة نسميها النيد ايدنتيفيكيشن. هل إحنا محتاجين طاقة شمسية الآن؟ لا، إحنا ما محتاجين طاقة شمسية، أكيد إحنا محتاجين، بس إحنا نقدر نوردها بالداخل. نعم. عندنا حلول تطينا أضعاف اللي إحنا راح ناخذه حالياً سيد العزيز بقرارات سهلة جداً. لكن طاقاتنا الأخرى، سمعت زميل ضيفك الكريم يتكلم من أجل رئيس وزراء قال طاقة نووية، يا أخوي هسه خليه يفهمون شنو هي الطاقة النووية أو شو تسوي، ومن ثم يفكرون يجيبوها. هذا حلم مو صحيح. ليش؟ لأنه الفكر الإداري عندنا في إدارة ملف الطاقة يا أخي ما ممكن توصل بأنه صحيح أبداً. الدولة معاقة فكرياً وإدارياً في حل مشاكلها كلها بطريقة المحاولة والخطأ نسميها. وبالمناسبة حضرتك عرفتني خبير في الطاقة، أنا في الطاقات المتجددة أحكي بالاستدامة، أتكلم بالحوكمة والطاقات المتجددة. الموضوع ربطنا مع الأردن يا سيد العزيز، إحنا نربط ما عندنا مشكلة، بعد يومين نبيع لهم إذا فكرنا، ومن المنطق أن نبيع لهم لأنه عندنا حقيقة كل موارد الدولة موجودة. فالربط الحلقي مع كل دول الجوار، صدقني السعودية اليوم على مستوى النمو اللي موجود بها بعد كذا فترة تحتاج كهرباء، وحتى وحتى تركيا. لذلك سيد العزيز خلينا نبني موديل صحيح، خلينا نخطط لبلدنا صحيح، خلينا نحسب نجيب الناس أصحاب القرار من يتحمل المسؤولية، يطور أو يحاكم.
للأمانة إذا باعتبار أنه أكو خلل يعني سيد مازن اللي ذكرته أنه أكو خلل إداري في أزمة الطاقة سبب هذه الأزمة وديمومتها، لكن أنت خبير يمكن بالطاقة المتجددة ربما ما تميل إلى توليد الطاقة بالمحطات الحرارية، أكو الغازية يمكن والشمسية الغازية نظيفة تعتبر الغازية نظيفة الشمس الطاقة الشمسية مكلفة جدا وتولد يعني قدرات بسيطة مو عالية. الحل لتوليد طاقة حتى يكفي بلد كبير مثل العراق هو محطات حرارية مثل الموجودة القديمة والمتهالكة لكنها تولد يعني كمية كبيرة من الطاقة. ليش تم تجاهل يعني بناء محطات طاقة حرارية وذهبت الإدارة أو الإدارات المتعاقبة لبناء محطات غازية أو حلول ربط وغيرها؟ مثل ما قلت جنابك غياب الفكر الإداري الصحيح، يعني نسميها المنطلتي العقلية الصحيحة اللي تبني على أساس كل مشروع مستدام. سيد الكريم مشاهدين الكرام، كل مشروع مستدام إذا ما يبنى على الاكتفاء الذاتي يحقق موارده ويغطي حاجته ويبيع الخدمة اللي ينطيها ومن ثم يجني أرباح لكي يطور نفسه، هذا مشروع فالسو نسميه بكل أمانة. من صاحب هذا القرار أيضا فالسو إذا ما قدر يشتغل بطريقة صحيحة. فلذلك أي مشروع بالدولة على مستوى الصناعة الزراعة والكهرباء اللي هي عصب الحياة والتي تمس كرامة المواطن يا سيد العزيز، إذا ما عندنا ناس تخطط لها بطريقة صحيحة خلي يكرمونا بانسحابهم يا أخي، أحسن مما يروحون يتحاكمون. كافي، البلد محتاج قلب ينبض ومحتاج بصيرة صحيحة ومحتاج ناس تخدم بلدها من زاخو إلى الفاو يا سيد طيب. العزيز الإدارة معناتها السياسة سيد عباس، مثل ما ذكر سيد مازن وهو خبير بشؤون الطاقة أن المشروع هذا الربط الكهربائي هو مو خسارة لكن يعتبر هذا إنجاز حكومي كما ذكر اليوم. بعد الترحيب بضيفك الكريم والعزيز وبعد هو مساحته حقيقة باعتبار أنه قضية الطاقة والتعامل معها يحتاج إلى فهم لمخرجات المنطقة. لكن ذكر أنه الخلل إداري، إداري يعني سياسي. هذا أنا أتفق وأنا مشترك أتفق أنا أريد أعرج على هذه النقطة طبعا. باعتبار أنه العراق في جغرافيا الطاقة كاملة، كل معطياتها طاقة العراق سواء كان من شماله إلى جنوبه إلى غربه إلى شرقه بمخرج بثرواته غازه نفطه شمسه شلالاته هو ماشي بهذه القضية، ممكن أن ينتج وممكن أن يتعامل وممكن أن يتفاعل مع هذه القضية بالسلب والإيجاب. القضية الأساس هو ما أشار له في البداية وهو قضية الإدارة. أولا إحنا يعني نفتقد إلى التخطيط الاستراتيجي ونفتقد إلى التخطيط السليم. مشكلتنا لدينا استشارات آنية، مستشار عنده منافع مع حكومة أو وزارة أو شركة أجنبية يجي يوقع عقود بملايين الدولارات وتعال العراق ادفع وتحمل ضريبة هذا الموضوع. إيش قد كنا بانين الأمال على قضية الربط الكهربائي مع السعودية، كم وفود ذهبت لهذا الموضوع وإيش قد يرادلنا. إحنا عندنا صحراء كبيرة بيننا وبينهم غيره، حتى التجهيز الأردن يعني أمام 150 أو غيرها إيش قد إحنا محتاجين. طيب إحنا كل وزارة وكل حكومة تقول أنا زادت عندي الإنتاج، إحنا بدينا بياهم من 9000 واليوم يمكن ما أعرف 13000 أو أكثر الأخي صح حنا كل هذا، بس بقبال إحنا عندنا نمو سكاني وعندنا نمو تخطيط عمراني. الأصل إنه إحنا ما جايين نخطط للإنتاج، احنا ما جايين نخطط حتى نطلع من هذه المشكله. مقصود هذا الموضوع طبعا يعني يقال طبعا مقصود لانه استنزاف سيد عباس. يقال دائما نسمع من مختصين وغير مختصين انه اكو قرار بعدم توفير الطاقه الكهربائيه للمواطن، طيب من المستفيد من هذا الموضوع غير اهل المولد؟ مو انا قلت هذا الكلام، السيد العبادي من قال الكهرباء تجاوزها، حل الكهرباء عبره ما نقدر له، حل الكهرباء متعلق بالمنطقه. مؤتمر الكويت اجى لمنح تسليم العراق منح بومبيو في حينها كان وزير الخارجيه، اجى تحدث بصراحه قال ما نسينا نقول لكم انه اكو بعد بقايا داعش ترى ما انتهت القضيه، خلي يسوون هسه باتش الخط انتاج متعلق بحل هذه المأزمه وشوف. احنا تدري كل ما تستقر عندنا الطاقه تتفجر، لو عندنا ابراج لو تنضرب عندنا، احنا عندنا مشكله بالتجهيز يعني ما معقول انه هذا الناس تغفل عنها. عندنا مشكله انه انا ما اريد هذه الناس، شوف مصالح متعلق مره اهل المولدات ومره الايرادات اللي تطلع من الغاز، وانا ما اقصده بالمولده هذا الانسان المسكين اللي جاي يشغله ويقدم خدمه للناس، ولا بالعكس خدمته اكثر من خدمه الكهرباء وزاره الكهرباء للمواطن، انا اقصد من خلفه. تعرف هذه ايرادات غاز
شغل على الارض، انتاج سيرات، هذه يعني احنا واقعين بشبكه كبيره لهذا الموضوع. ولا شنو مصر حلتها مع سيمنز واحنا نروح نشتري من مصر؟ ليش ما احلها ويا سيمنز؟ ليش ما احلها؟ يعني ليش ما احل هذا الموضوع؟ ليش ما احلها؟ لان هنالك ملف يجب ان لا يتعامل معه، وهذا مو جديد الموضوع، عفوا هذا موضوع هسه ترجع بالسياسه الاقتصاديه الامريكيه، يتحدثون انه بعض الشركات وبعض الانتاج لبعض المواضع وخلف تصير حرب اذا ذهبت لهذه الطريقه او بهذا الطريقه. الموضوع يحتاج الى تخطيط سليم، ويحتاج الى ادراك لهذا الموضوع وعدم مصالح. شلون يجي التخطيط اذا والاداره اذا كان اكو قرار بعدم تامين الكهرباء للمواطن العراقي؟ سيد مازن، ذكرنا يمكن استاذ عباس بمشروع الربط مع السعوديه، والكل فرحه بهذا المشروع، راح تجي الكهرباء تصير سعوديه. وين وصل هذا المشروع بحسب معلوماتك؟ وممكن ايضا ان يعني مشروع الربط مع المملكه الاردنيه راح يصير مثل موضوع الربط مع السعوديه وينسي؟ حقيقه الاردنيه مستفاده استاذي، بلد فقير ويحتاج يبيع حتى يربح. بالمناسبه هي ما بها اكتفاء ذاتي وبها زياده جدا كبيره الاردن، لكن الاردن حقيقه اشتغلوا بطريقه شويه احرص على بلدهم، انه الطاقه الشمسيه، طبعا الطاقه الشمسيه بس اثناء النهار، هي ليس طاقه الرياح او اي طاقه اخرى، فاحنا منتجين لنا كهرباء من الطاقه الشمسيه زين، هي فقط بالنهار، لذلك هم الزايد اللي عندهم اللي يوفرونه من كهرباء النهار يخسرون وقود بالليل، فبالنتيجه راح تكون عندهم وفره اللي هي ماكسيموم هي 2000 ميجا، ما راح ينطوك ال 2000 ميجا مره واحده، راح ينطوك 150 وممكن توصل الى 900. نفس الشيء الربط الكهربائي مع السعوديه، الناس حكوها بكل، يقول لك انت تريد، انا ما عندي خطوط نقل بيني وبينك، والكهرباء تبدي من الانتاج والنقل والتوزيع والجبايه، اربع حلقات متكامله، اي وحده توقف بها ماكو شبكه كهرباء. وده تشوف حضرتك احنا عندنا مشكله بالجبايه، السيد لؤي الخطيب في زمن حكومه عبد المهدي قال العراق يخسر 13 مليار دولار على الكهرباء او يجبي مليار اذا جبها بطريقه صحيحه، واضح؟ فلذلك من فقرات الاربعه عندنا بها شورتج حقيقه. فالسعوديه شو وقت توصل لك اياها؟ عليها ان توصل خطوطها الكهربائيه واحنا نوصل خطوطنا الكهربائيه الى نقطه التقاء، ومن ثم ناخذ من عندهم وليس مجانا. هسه حكوها شقه وحكوها ضحك مقابل الجيمر ما ادري شنو اللي شفناها حقيقه باللقاء، بس بالنتيجه بزنس استاذ. طيب ينطيك يا ريد مقابل استاذ مازن، ذكرت ان الموضوع بزنس يعني لغه ارقام. طيب أكيد. طيب المرحله الاولى من هذا المشروع 150 ميجا، الثانيه 500، الثالثه يمكن راح تصير 900. هاي الساعات يمكن انت ذكرت انها تعتبر قليله جدا اذا ما قورنت مع حاجه العراق اللي هي 33 الف ميجا وات، لكن يعني هذا جانب لغة الأرقام. أيضا قضية الهدر، أنت خبير بالطاقة، صحيح. الهدر راح يصير بالطاقة المنقولة، مو نسبته كبيرة جدا؟ صحيح، أكيد نسبته كبيرة، لأن يعني عندنا مشكلتنا بالتوزيع، النقل ما به هدر دائما، التوزيع أكثر شيء اللي يصير به هدر، وللأسف يعني حتى نحكي حضرتك البزنس، يعني إحنا انطينا استثمار محطاتنا اللي بانيها بفلوسنا، إجوا مستثمرين سواء كانوا أعتقد كار جروب أو ربان السفينة وشمارة، ثلاثتهم يستثمرون فقط على مود الكومبايند، الحرارة الطالعة من جديد يرجع ينطيها ويزيد كفاءة المحطة ب 20-15% ويشرجك على الميتر الطالع، مو يشرجك على اللاست مايل نسميه أو آخر نقطة توصل عند المستفيد. حتى هذا البزنس مو عارفين نسويه استاذي، محطة كهرباء تكلف 2 مليار أو 1.5 مليار، نجي ننطيها جاهزة إلى المستثمر نقول له أنت دير بس شوية زيد لنا 20-15% من طريقة الكومبايند اللي تطلع الحرارة وترجع تزيد الدورات، وأخذ كل المبلغ على الميتر اللي أنت تطي. هسه الكهرباء يستفاد منها، انقطعت بالطريق ما عندنا مشكلة، فإحنا عندنا مشكلة، هذا الفكر الإداري الكارثي يا سيد العزيز. هسه فد نقطة حقيقة لجنابك ولضيفك الكريم ولجمهورنا، هل العراق إحنا نفخر بأنه سيمنز حلتها ويا مصر أو غير؟ صدقوني يا أخوان، البلد فيه من الكفاءات يا سيد العزيز، ومن خارج الصندوق ممكن، يعني خلينا نتذكر هسه في الجهد الوطني في ذاك في زمن المقبور، يعني العراقي هو عراقي يا سيد العزيز، يعني هو العراقي لازم يروح يختم بالعوجه يلا يرجع يشتغل بالكهرباء؟ لا يا سيد العزيز، هذا ابن البلد، هذا ممكن اليوم اذا احنا نوظفهم هاي العقول بعد ان جنينا عليهم بقانون تقاعد 60 سنه، سيد العزيز بقوا انفار قليله نقدر اذا مو دعيناهم
بانه تعالوا يا اخوان اشتغلوا بالطريقه اللي شوفوا، صدقني الامكانيات الذاتيه من كل دوائر الدوله ممكن. الكهرباء ليس حرفه كبيره في الصناعه، انا رجل مهندس واقول لك اياها. طيب. ليس حرفه كبيره يا سيدي العزيز، بكل سهوله عندك الكنترول سيستم وعندك الميكانيكال سيستم، اذا اشتغلن بطريقه، والتحويل اذا اشتغلت بطريقه صحيحه، العقليه العراقيه قادره 90% 100% على اداره هذا الملف. ولكن عمرنا ما اجانا وزير بما فيهم صديقي لؤي الخطيب قدر يتعامل بهذا الملف بطريقه نتمناها يا سيد العزيز، للاسف. طيب. يرات فكر من خارج الصندوق يدير الموضوع. تفضل. طيب اذا الموضوع يمكن بربح وخساره، يمكن كما ذكر المختص سيد مازن انه الاردن رابحه من هذا المشروع بشكل كبير، لكن وضع الحجر الاساسي واصلا وجد هذا المشروع لدعم الاردن. هكذا مشاريع انعاش لخزائن الخارج واستنزاف للداخل، هل هذه هي اثار الاحتلال والفساد؟ ده هذه توصيات كروكر، واعتقد هذا الموضوع طرحناه كثيرا بشاشتكم الكريمه ومنصات كثيره. واحده من اهم التوصيات التي طرحت وهي التوصيات السته للسفير الامريكي السابق كروكر، كان يتحدث الى ضروره استمرار دعم الاردن من الاموال العراقيه، وبين هذا الموضوع من خلال تفاصيل ثانوية، لكنه تحدث بضرورة أن يكون واحد من التوصيات، أو أكد على أنها تعتبر يعني لها مكانة أمنية مهمة جدا، كذلك سوف تسهم باستقرار العراق. والعراق أيضا يرى أنه جزء من الثمن الذي يدفع الأردن هو ثمن أمني بغض النظر عنها، والمعروفة أنه قضية النفط الذي تجهز به دون الأسعار، موضوع الربط الأنبوب والتعامل معه أنبوب عقبة بصرة عقبة، وموضوع الكهرباء جاء لاحقا، وهو جزء من مشروع الشام الذي يتحرك به رئيس الحكومة الحالي بشكل صريح. الشكر جزيل لكم رئيس مركز ارتقاء للدراسات عباس العرداوي، كنت ضيفا كريما علينا. شكرا. وشكر لكم الخبير بشؤون الطاقة المتجددة السيد مازن السعد، كنت ضيفا كريما من بغداد. شكرا لكم سيد مازن، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.